بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. وحن كجرنا برنامج كيني وليس رسالة دي نفسه عذاء يعني كجرنا أنا سحس السنين ذكر إلهي سبحانه وتعالى أنا وناك إسفرين حمادا إسكري بيني. وحن كهد لين سلسلة دي نصعد وحي هيد أسباب هلاك الأمم إن وحن هرؤوس وشاقنا إلهي سبحانه وتعالى إنو إن قصص القرآن كنوغوشي كيي قوم فربضاً أو إلهي سبحانه وتعالى أسوه هلاقي إلهي سنة دي سنة ولن تجد لسنة الله تبديلا. إلهي سبحانه وتعالى سنة دي سنة أسبابه اللغو نلشيقي هدي الأمت كست هدي التي ماضو عذاب تاس أي مريسا عذاب إذا إلهي سبحانه وتعالى مركب ودتكو عذاب ومضاه نقه الرئيين وفرب بذيهين دور أيان كسو الشيغي عاو حان كسو هدليا عن كهدليا سبب كالأو أه سببها ومضاه لغوها لاغو تاسو يقوه الرئيسو إني التهي وحان كسو هدلي كثرة الفساد عن كسو هدلي إيو زيند إيو فاحشة دو بضطة كدبنا ومضاه هلاك أي كود عيسان نيري من حيث لا تدري وحير تسميسو هذه مقالة ذو ذي فسق إيه فسهاد إيه كفافان سيدو إلهي آيات القرآن كأنصو شيقني أنصو هرأ أنصو شيقني إني هلاك يكون عيان إلهي نقبت باديو طلبات محان يروح تنافس في الدنيا الدنيا ولغو تنافسه ولغو ترتمى إيدنا وماذا إيه كسو هلاك ما والنبي عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم فقر إني ما بقى يوري عليه الصلاة والسلام إنما أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا الدنيا إني فافتو إني سكين سيسو وأدوية أو نكست أو فتنافسوها كما تنافس من كان قبلكم سيد ذاتك هورا يقول ترتمين أو مركز فأهلكتهم ومركز إيها اللي أكتدت كاس إذن كان أونيها فتهلكوها مركز أو إذن كانوا كوها لكسر تمان مركز حقا هركز قرنا يسا مركز أدوية أنا أركي سيد أو أنكو ترتمينو وجوكتدا أه أو أه نكست أو رادنا يو سيدو مالكو يلالها سيدو قريكو لسنها ترتن كاس وحيكين يسا لغو ترتمايو عذابك إلهي سبحانه وتعالى محيالي قفك هدو الدنيا السيو آخره إلا بيا هدو آخره إلا بنا الدنيا ذا باع يوحى وكجن عسنا يو يمال كسو جلا يو مسوي دنا يو من حلال أو من حرام حرام وككيني مس حلال وككين اسمه ويدنا يو ساس درادي قفك وهلك سمية ولذلك أوفر صدت كمرك جن عسي إيه جلان وحقد عتيها قد عي قدام مالك إيه ليان وكأنه وحيوم لي مالك سنك وارايان إيه أنت قداره لسيان wala ka hayna geeriya ka xigta kaliya laba go'o qaadan imisa aan aragnay maalay soo tacbeen ganacsi galeen markay is ilaheen hadda lacag yelateen way dhinteen ilaa geeri nafti ilaahay subhanahu wa ta'ala asaa gacanta isku kullu nafsa da'iqatul maut way idan hadoon ninkaas xasuus lahaa marka alkayisu nabiga cali subhanahu wa ta'ala ninka aqalka waxa uu yiri in man daana nafsuhu wa amala lima ba'da almaut ninka aqliga leh ma aha inuu adduunina tartankeed oo fiiri kaliya laakiin waxa uu yiri nabiga cali sallallahu alayhi wasallam ninka u shaqeysta aakhirada maalinta birri day aftar inuu u shaqeysto biri waxa dhacayo kaas aqle saas daraadeed ayaa asbaabaha ayaan u soo laabanaya waan ka sheegnay marka adduunyo lagu tartamo waxa ka mid ah sidoo kale asbaabaha oo diinta quraanka noo sheegtay dhuhuri inay soo caan baxdo at-tadfifu fil mikyali in dadka wax beega ama ganacsiga ah inay miisaanka oo ay dadka ganacsiga ka gadaayaan ay ku qiyaanaan qiyaanadaas marka dhowr nooc naqan karta in qofki miisaanka uu dhimo maxala hada tira kiilan raba wuxuu ku siya kiilo tuma dhiman uu ku siinaya tumankaas uu ka faa'iideeyo waxa laga yaaba jawaan buu soo gadeeyo 100 kiilo ku jirta tuman jawaan kaaski 100 kiilo wuxuu ka dhigaya 150 kiilo ka dhigaya konton kale zaaid uu si saarnaa marka waxa way marka horna jawaan 100 soo iibsaday asaga lacagta 100 ku soo iibsaday marka qaasada dadka tukaamanka nus kiilo kiilada gadaay iyo miisaanka iyo tartiif ku sameeynaa walidaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waynun lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون الله سبحانه وتعالى قرآن كان أقول شيء وحول هلاك بأوسقنا هذا كوا كوا ومركي إيه وحصو قضنا يان أفسد وحو وضحق وضسوقات مركي دتك ميزان ما يان ميزان كان ناقص إذن هذا الأركت المرك ومد اسكوا فقط إن ميزان كيد إيه ناقص يسو بيع لك القذا ونغضى بيع قيانة أنا كنت حالي تطفيف تطفيفك نسك قرآن كمفسرين تحكو فسران وهي بس لبيجا يكلية ولا كلا زائدين أي لكن تطفيفك حاليا وح كسر صوق له وإن ما هكلية إن وحاليا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ساسنا وحاليا والله الله منها يوح حاسس قصو دكت كلية
نعم لفظي حكومي إذا كالوهم حكومي لكن وحكست تطفيف قصمي هذا الك تطفيف نقنكرة وحين منكرة داود على هذا دا يبيس تطفيف نقنيس محاد عي خيانة يا نن عكس ما يسي محاي لي داودا العقد اللي يبين لها العقد كدر كيرك يبينيس هذه محاو يبينيس وايد عضي أما دتك هلاقيس ولذلك أمضان دتك حبض كدلها كلية وحكدر جناح ستة ذا جناح ستة أمض ويد شيء ولذلك قيامها أرك دتك جناح ستة ذا وحقدن بينها أرك إلهي سبحانه على هديك غبق أمضاس جناح ستة ذا وحقو تاريها أرك يسا صومالها دان هاي وحقو تاريها إنه دعمي مدحوينه أما مشرح أما وزير أما وزاره دعمنا غير كيس مركم الله بحقو لي جناح ستة ذا غير هابن على وعو هاي وحصل كينه وحصل كينه وروح غير هابن حكات أمضا أونح ومدام حكوجر ميت فقيرة نيمو حكوجر أو إلهي سبحانه وتعالى كسوغاية ودن كاسلين نمض إني نقاط كلي وسوغاية أذيقنا استقلالك وصمينة سا قاجة دع دمانتا احتكارة صمينة سا محال الله إياه سكرت عدين هل قريو دولارك عدين هل قريو ورشيدة داد سميسين عقا على اللي إياه دادا وحال وحاها صوتنا والتطفيف كو ويل إلهي وحولي عذاب أسوغنا ذي ألكا ولذلك هتاد أركت مرك ومد إصدعيس أو قناحسي إسكو دعيس أو نقولك سكون عيسى دعوين كذا ذلك نقول ويا تطفيف ويا وحربا بوسى وغباء وحربا بوسى بر فينتي بر فينتي ولاها وحربا إنه إن أم تو لابي يتمون ولاها فينتي ورهادنا إن وهكذا وحاسونا ونوع من التطفيف ويا قاسوا كل الله سبحانه وتعالى عذاب بأسوقنا تاسو حكى درمك هدي أمد إسكاج آم مستارين تاس وحق أي شيء ويدو أيدي ويسور أرنتان ومطن أيها لون قنيس ولذلك حركيسا نينو حلي بطرول وسود الجيا ورياسي بطرول كنو أصاق جار وسود الجيا نينو حلو لي وحس كلي أصاق كانو مح سكر مكيني كرت ما يسكر ده وحرنته ما يبريد مكيني بريد ده وحرنية ورجعنا عس عانا مكيني كرت عانا ده وحرنية أي أي دين هذا إذا تطفيف صماع مرك مركاسا قلوين قلوين كلا للوش وبحنا حتى على يابا اسم التال الذي إذا قاتير عليه ما ي اسم التال عانا تصبح هللوجوي إذا وح هالكاس عت مرك إنه ومضي لأن فسهات كاسدو عمم إله سبحانه وتعالى عذابك هالسوقان مرك إيه إننا عمم يسا مرك ومضي لنا هلا جاية ما عدعي رالي إسكاغن قذين محي هل دون لسارية ساس دراد يد أبو حليه نبقى عليه السلام حديثك عبد الله بن عمر رضي الله عنه إمام ابن ماجه وصو ساري شيخ الباني أصحيحي رحمة الله عليه أي أبو حليه نبقى عليه السلام دتك ولا هلا يا معشر المهاجرين قمص إذا ابتليتم فيهن وعليه مهاجرين تقول هلا يا وعور الشن أرن هدي إلهي نيجو امتحانه وأعوذ بالله أن تتركوه ينبغ صعبتي سوء نحي وعود إلهي أنك من قري إن أردتها سأقارتان كو وحو جري لم تظهر فاحشة نبغ عليه الصلاة والسلام والنهاية فاحشة مصو ظاهرته أمامة ماذا في قوم حتى يعلنوا بها إلا إكعلن سدان إلحشونين زندا إنسان شاكني فرمشياشي يتكاند يحلي سمال لقصو شيء يا قبر قصتو حلق شو شيء زين هذا منتشر وي حرانتا قبر نين قبطة يحلي نين كلي جورستي نين هالك سوق قوانين هالك نوق قبا ولذلك دتك إسكا قص لا يعني نك ساقيان نك لك مطبع قصة صعود عذاب قصة صعود قصر كان هم الأساس يتهي معها ولين كان فين كجنسي كوي بينا يو برنانكا أما ولين كان ويب سايت كله وإلهي كبقين وفي لماذا قام ماش كسر صارايو محودا ليه مشين الرب وقال وكهله مومد من كوفة سهدينا يا بس قبر قاون وكينا يا ما قالها أهت أم مصنع أهتو إذن انتشار كسر كله وحوله نبقى عليه سلاسنا هدي فاحشة كوفة أفتمرك إذا إيران وعادي وحاسة وعادي هذا وحل لي قبل أي هوتيل أي كشقيان وحل لي قبل هوتيل كم لقوا كينيا ودولة مصنعتها دولة ده قال هذا وحل لي شيء جاي هوتيل كم ركال دكتور حول لي قبرهم كل لقوا كينا لكن هل كان مصيبة جرت وحيتها نينك الشيطان كعمل كوزينين يا ده بدن أي زينة ده كله ده وحل لي شيء جاي وحل لي قربه كتاجين هل كان سيتاجين هوتيل قلهم حلي قبل يرن هلا لك هنا والعياذ بالله مركز عليه وأكون مهرسانية قبل يكو عياري وكسو تجيا أي دين هذا إخواني إذن هذا محله مركز كاس مركز على قصلي يا مركز مكو بارك كشة كويرة ساس بانيهلي قبل ساس يالي ساس دت كنا وقصليان قصل كاس وحوكين يا مركز أمدنا إن العذاب إلى سبحانه وتعالى قريب هدي إيش مزاز وقدي عوايو ودت كي يقيرون ويا دين تقولين ويا ما وحله يا كلية قبل يحزن ذي القصة محل رهير هبل إن يقيلين على الربا إخواني قبل رهير هبل ما قبل هو مسلم دوي قبل مسلم وي مسلم كذا وقيرون يا وقيرون يسا ولذلك كما كأموسى محارع إن أديرت اسمها كاسوا كأموسى إن أديرت اسمها إذن قبل هادو نينك ولالك إذا هاي إن أدير كيسا هاي وقامس ومسلم لماذا وكهر مريم إن أدير إنما المؤمنون إخوة ومد محلو عذاوة من خلو حليه ومد مع إلهي دادها أبحي أما دولد الإيذية دولد ما هو حان ما ومد ومدوي ومدنا إلهي سبحانه وتعالى وحو كان لك مسؤولي وكان لكي نم مجر المسؤولين ومد أنك أهين إذن
تكاتف كاس حكينا هلاك أمد أن نقول عمرك. ولذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إليه سبحانه وتعالى وعليا ذاتك الزنادة كل عكلي مقامنا يسق لبك بل سوحوا قامنا ذاتك لن أي إلهي سبحانه وتعالى وعمميا مركز شنتو الشيخ نبي عليه السلام حكم إذا هذه الزنادة إفافتو ذاتك إعلان سدان فيهم وحو كل هي إلا فشي فيهم الطاعون وحاب كفاف ويري عذر عذر كضعون كضعون كلمة عذر عن ولا أركن سو ما أركن صومالي إخواني متي فيدي وحل كينا واركتين ضد أن عذراء لا أخانين وحكود عندنا حلي حبضيه واي حبضيه كلا قط ما إخواني فساد أي أجر يفسق يأجره نبي قال نوشك عليه الصلاة والسلام ما الهدي في الزند يفحشك أو كبته وحال الله هاي عذر أن لجرني أي إيمانا التي لم تكن وحرصاص اللي حديث نبي عليه الصلاة والسلام إلا فشى فيه مطاعون التي لم تكن مضت في أسلافهم ومت كهر رئيس وحنا كل يعني عذرا لو أركن وعذرا هذا اللي يبينه ويدتك إلى يابيان وحول ليه ولم ينقص المكيال والميزان ساسو يردا طلبات معته ومت مجرته اللي نبغى عليه الصلاة والسلام إسكارها للنقطي جنا حسات إصدع عيسو أو ما أنت لأن إني دبي ملك سفرستان وننكسر وكيف إذا محافة إيدي محاها شيء ورأو ما داس محاسيسي محاو قبطي محا ما 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 رزق إلهي يكون القناعة بالقليل أركان التقوى ذيك متى قفك إنه كوقنا إلهي سبحانه أنت روسية لكن هدوره أنت كصدع هل كان كصدع تنافس جناحسي أقوله لين عنا وكأنه حديث النبي عليه الصلاة والدنيا كتر تني لين عكرنا جناحسي أي شروطه سي جناح تجاري أي لجلين ننكسر مال فرط حورة نقص إنه كتاجر دنيا دتك كتاجر أيه مدت قال ما وادت مسلمين وادت جنس مجلس أو صومالي أو رير قبيل أي وحاس أن لوفين قيامها فإذا نفق في الصور فلا أصاب بينكم ورير بالمجر قيامها ساسو إلهي القرآن كل أدنى حل هذا ما يهره بلا جرى هذا مركز تحدي وعلى الله سبحانه وتعالى تأله على الله إله أيا حل هذا ما يوحى شيء يسوح كمجره أنا قلت إذا وحك جرى ضعنا هاي وكلاوي لسان حالك أساس أقول لي هدي تكتدي هدا تكمبا لكن لسان حاله وحل ما يا إله سبحانه وتعالى وحى ترماها أنا قلت حان جرى صعد ضعنا هاي وكلاوي إذن وحل لي مركز أمد ميزان كجناح سيد صومال نموذ نقذين دمر كود جناح ستدوي ورقوا دوا جناح ستدين نقذين أنت سدي إله سبحانه وتعالى إكجبقين مركز أو مدرس أي بتبادلين أو جناسي أي نقل أي سياسي يقلينين غير هبلي كاس كان أديك وزير كجناسي الجودي بها غير كجناسي الجودي كان الجودي بهذا كاتاي بري إله وقفوهم إنهم مسؤولون بري إله سبحانه على هرتيسة تجيسة غير كان كوس عبنا يقولها يا أنا تركينا تانا بري وكاك العرر يعني إذا ننكسر حلي مرك مسؤولية أديك أيكوا قصيسة مرك أنا جرو حنا قصيسة إن كوش يعني كريه أو آه ومرك أرجنو جناسي أو لبي جبار دتك حك يبينايو وميزانك تطفيف قصمينايو وأنا أرجنو دتك داود عدك يبينايو إسبتالك جناحسك ونكا أوفرتي وإنسان لماذا كتجي أو دهايو لعكت صدات من قبل اللي جو أمور سينا دهايو أي دين هذا قبر أسكون حاملة أو أسكون لمن يسمع الله دهاي لعكت هذا لجوسو شمرير كاجوع لجوم الدويناي إسبتال محكفورة مرك إنسانك مهنة الطب ومهنة إنسانية أنت نقلين مهنة أو أه أما شقة أو لا جن عسنت نقل ومن إنساني محادعي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سأزول إليه سبحانه وتعالى نكن نفنه ولا يواسو ومضى النول يكمته أذين محارته إن ترى هيت صومر هلك لعبت مصوشة بتمية إلا أن جرنو لعبت هذا صوشة من لقوم دعيناي تفي ذيك على لفتك إنه يرى ماش مصومرتها وصومرها هذا له دعي أي دين هذا إخواني إذا خلل أجر هالكاس خلل كاس ده أنا قصحين أم فرت أم كفيقين أني وحص وقلت نبكي لا إيماناي وحولي نبقى عليه الصلاة والسلام ميزان كتنلبات محيطاي وحولي هاي ولم ينقصه ومدهس هدي ميزان المكيال والميزان إلا هدي ساس ما إذا أخذوا بالسنين والإله نبقى عليه الصلاة والسلام قول الله أبارك ودعيس أبار ما أنا قبحظه سنة كسو حلي قاجات دعا مر ويبيا سوفة تهما مر بدأ دعا مر روك يا دعا أيا حلي دادو قارسي هل كي لقاك تمت وما أصابتكم من مصيبة فببا كسبت أيديكم إذا مسألة ما ها وحسن أقول دعي إيشك سنة أي سومالي قاجة كدعين إيشك oo sanad kasta Allah ayaa laga soo gaaray qoladaas maxay u dhacday lacagti la keenay aw muslimiin ma kamsaakiit maalisi maya dad ganacsada ka galay lacagti dad ay u furan maalintii oo qiyaamana xasaray ku naqaneysa ilaahay subhanahu wa ta'ala kisaayro ku dhalaalay gaarig oo ka gatay guriyaha oo ka gatay kuwaas waa laga qaadaya marka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kaxay min ayna laka la tazalu qadam al'abd hatta yus'al an 40 su'aasha saasugays oo ah halkan min ayna laka halkay ka keentay lacagta halkay ka keentay ma waxa leedahay eedan ka shaqeeyay oo masajidadan ka soo aruuriyay oo madan ku shaqeeyay Soomaali leedahay wallahi xasaray ku dhaqanaysa idan taas ayaa waxa uu leeyahay marka haday umada ay ganacsatada ah laga hadlay oo Soomaalida hadaan ka sheegay in wax wadanka gubiyay anaga waxaan u jeednaa kaliya ilmaha dhalinyaradan
oo fikirka ka qalloocday oo wax laaynaa kaliya u jeednaa, laakiin ummad kale dad kale muutu sariiri ku laaynaysaa, ummadda si kale loo laaynayaa oo dada cadowga heshiis la naqday oo waxa arkaysaa nin cadowga uu heshiis yahay, ninka Soomaali ma rabo wuxuu leeyahay dowladdaas ayaa diris rabaa uu leeyahay, ayuu diin hada war ninka muslimka ah oo jirmigaaga haddii aad ka carartay ayna mafar halkay u ordaysaa, ma waxaad fiirinaysaa kas yar adduunyada ku nooshahay oo dhalaalka ah haysatid iyo nolosha aad ku jirto ma fiirinaysaa? La wallahi adduunyadu waa ka weynta arrintaas, adduunyadu waa basiid weeye. Nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa wuxuu ku tilmaamay kamathal dunya muxuu leeyay kaana wuxuu yahay raakibin istadalla taxta shajara, geed hoostiisad harsanaya wey. Maxaa dhacay? Ayna aawo madaxdeena aawo war kuwa aan usacbi jirin halkay ka baxeen aaw halkay maanta ka jira, maanta wax mu qaban kartaa mase waxay u qaban karaan adeg ku baahan yihiin. Mar kasta waa dhahan haliyey waa niri gees waa niri tolka waxa tiraa niri, maanta ciidda afka lagu daray ilaahay akaa ka xeestay, maxaa qaban kartaa? Waxa u qaban kartid malaha beri adeg ku soo maraysa kuwa madaxda hadda waa soo maraysa beri, laakiin asaasa madax lagu gulna si kasta lagu sacbiyo ama haloo sacbiyo ama haloo cayaaro, laakiin beri waxaa imaanayso ummadda aan ku dhiibin mas-uuliyadeeda halkay geynaysaa ama calanka heeska lagugu duubo ama calanka dowladda lagugu duuduubo markaad dhimatid, laakiin waxaa ku sugaysa beri godkaas ayaa kaliga gelaysa cid kula gelaysa male. Nasalullahi salaamatu alcaafiya. Tan shanaad wuxuu leeyay, tan afaraad wuxuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam walam yamnacu zaka. Marka qodobadaas halaal aan usaagi doonaa ayda waa shan isku xigta wey. Wuxuu leeyahay ummadna hadday zake ay bixi weyso war fuqara ayaa dhimanaysa, zakada halkay lagu bixiya? Billaahi caleyk, ummada ganacsatada dadka leh hadday zakada ilaahay ay bixiyaan Soomaaliya ma u baahdeen, dowladda dibadda uma baahdeen, laakiin zakadeyna halkan ku bixina ma naqaan. Qorshe looma sameyno, waa iska socotaa qorshe. Qorshe haddii loo sameeyo zakada oo nidaam loo sameeyo, waxaan qabaa ummadda takaatufi gaari leh, takaatufi ijtimaaci waa xaqu ilaahay subxaana wa tacaala oo ku waajib waaye oo xaqun macluum lisaa'ili walmaxruum oo xaq macluuma ayuu ilaahay subxana wa tacala qur-aan ku tilmaamay. Wuxuu yidhi hadday iyo zakada bixi waayeena wuxuu yidhi ilaa munucu lqatrata min asamaa, roob musuu daayor abaar ayaa ku dhacaysa, walowlaa albahaa'im lam yumturuu, roobkaan arkaysaane ogaada waxa weeye waa ilmaha yaryar iyo cujasta iyo waayeelada iyo xayawaanadaas oo waddankeenu ku nool waa roobkaas waxay umaanayaan, wailaa haddii in dadka zaka mamnuucaan roob xataa masuu da'i lahayn. Walam yunqusu axad allahi wa axad rasuulihi, kitaabka ilaahay hadday ka leexdaan axdiga ilaahay hadday ka baxaana wuxuu yidhi oo ay ilaahay ballan la galaan wuxuu yidhi ilaa sallada calayhim wuxuu li caduwan min kayrihim. Wasiiraha maalin kasta magacaabanaa dadaa waxaa laleeyahay hebel tolka hala diro kitaabuu maraya, wallaahi billaahi tallaahi ayuu maraya axdiga ilaahay oo gala, fiir ammaanada fiir kitaabuu ku dhaaranaya. Wuxuu leeyahay waddanka inaad dantiisa fiirinayo tolkiisa markuu wuxuu leeyahay maxaa noo qabatay inaan kuwa soo sharaxa dhahay odayaashaa dhahayba maxaa noo qabatay, markaasuu leeyahay haye waxaan ii keena keena baabuuraan ii raraya ama waxaan ii dhacaya iyo u dhacaya ummad kale xoolaheeda u dhacaya iyo dad masaakiina. Idan axdigaas sadeeqaan wuxuu yidhi cadow, idan goormaa marka cadowga afrikaanka naga baxay goormay naga baxayaan haddii aan annaga axdiga ilaahay aan ka baxayno, haddii aan ballanda aan qaada aan ka baxayno axdiga ilaahay subxana wa tacala. Wuxuu leeyay cadow ilaahay subxana wa tacaala uu ku soo sallidaa oo wuxuu ku leeyay jagada iskugu dagaalayno oo ninka waxaan sheegnay hadday sax yihiin tawfiiqda ilaahay ka ahaatay hadii qalday yihiin nafteyda iyo shaydaan. Subxaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.